امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن حزمة قرارات لتحسين حياة المصريين، شملت رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات ورفع المنحة الاستثنائية. ومن وقتها ولحد دلوقتي ناس كتيرة كانت بتشكك وتقول هي الدولة هتجيب المخصصات بتاعة القرارات دي منين، وفي اللي قال ده ممكن يكون على السنة الجديدة. لكن من شوية وزير المالية أعلن نسب الزيادة وكمان ميعاد صرفها. يا ترى امتى هتطبق زيادة المرتبات والمعاشات، وكل موظف هيزيد كام؟ بانكير، نبض البنوك. الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن النهاردة أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية هيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر. وأعلن أنه وفقاً للجدول الزمني من المتوقع استحقاق الحزمة الجديدة اعتباراً من أول شهر أكتوبر. وعن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اللي وجه بها الرئيس، قال أن تكلفتها التقديرية سنويا هتوصل لحوالي 60 مليار جنيه، وبكده هتكون الأجور والمعاشات زادت 4 مرات في آخر سنتين، وده بيعكس حرص الرئيس السيسي والقيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان. أعلن وزير المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا، وده لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية وأيضا الممتازة. هيستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية حوالي 16.4 مليار جنيه، وأكد أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم حوالي 336,400 موظف هيستفيدوا منها كمان من الزيادة بتكلفة سنوية هتصل إلى 1.2 مليار جنيه، هتتحمل كل هيئة اقتصادية زيادة من مواردها الذاتية. الوزير أعلن كمان زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل درجات الوظيفية الأعلى، وده بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأيضا الهيئات الاقتصادية. قال إن تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45,000 جنيه بدلاً من 36,000 جنيه، وبكده يكون حد الإعفاء الضريبي ارتفع بنسبة 75% من أول يوليو 2023، وده هيكون للعاملين بجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص أيضاً بتكلفة سنوية حوالي 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. ووفقا لتوجيهات الرئاسية تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون حالة معاش من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه بتتحملها صناديق التأمينات والمعاشات. كمان زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة سنوية حوالي 4.5 مليار جنيه بتتحملها الخزانة العامة للدولة أيضا. وبكده يكون معاش تكافل وكرامة زاد بنسبة أكتر من 40% من أول إبريل 2023. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.